تحتفل محافظة بورسعيد اليوم بالذكرى 67 لعيدها القومي، والتي تتزامن مع جلاء ورحيل آخر جندي محتل عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان الثلاثي أشد الخسائر البشرية والمادية. وتحتفل المحافظة بالعيد القومي لها في 23 من ديسمبر من كل عام، والذي يأتي مع ذكرى تصدي أهالي بورسعيد البواسل ورجال المقاومة الشعبية بالتنسيق مع القوات المسلحة للعدوان الثلاثي.